كيف نعد بابا غنوج مع الخبز العربي؟ نحتاج إلى حبتين باذنجان، فص ثوم مهروس، 4 ملاعق كبيرة طحينة، 1/4 كوب من اللوز، عصير نصف ليمونة، 1/2 ملعقة صغيرة كمون، 2 كبيرتين ورق نعناع، 4 أرغفة خبز، 3 ملاعق كبيرة ورق زعتر طازج مفروم، 3 ملاعق كبيرة قصحة، 1/2 كوب زيت زيتون. لتحضير الخبز نقسم الرغيف من الوسط، ثم نخلط الزعتر والقصحة ونطحنهم. نضيف زيت الزيتون وندهن الخبز بهذه الصلصة، ثم نشويه حتى يتحمص. نشوي أنصاف الباذنجان جيداً ونتركها مغطاة لتبرد مدة 10 دقائق، ثم نقشر الباذنجان ونفرمه وندعه في مصفاة. نتخلص من سوائل الباذنجان جيداً، ثم نضعه في وعاء الخلط من مولينكس ماستر شيف جورمي مع الثوم والطحينة واللوز وعصير الليمون والكمون والنعنع، ونخلط جيداً مع إضافة الملح والفلفل. نضع البابا غنوج في طبق التقديم ونزينه بقليل من النعنع والزيت، ونقدم قطع الخبز إلى جانبه.